السلام عليكم طلاب، راح نكمل شرح الفريكشن ساوندز. عندنا اليوم صوت الجي والشي، جي عن شي. طبعا عندنا الشي اذا اتت في بداية الكلام تلفظ اس اتش، تصير مالتها الشي، تمام. اما اذا جتي مثلا شيرب، اجتي في بداية الكلمة فراح تلفظ شير. اما اذا اجتي في وسط الكلمة راح تلفظ مثل صوت الجي، فراح تلفظ مين جن، تمام. او ما تقتصر فقط على الاس اتش، انما مرات تجي اس اس، مرات تجي اس، مرات تجي اس اتش، مرات تجي سي اتش، كما في هذه الامثلة، تمام. فما تقتصر على شيء واحد. هسه حنيجي على الجي. طبعا الجي ابدا ما تجي في بداية الكلمة، ابدا ما راح تأتي في نهايته، تأتي في وسط الكلمة وتأتي في النهاية، فهذه ملاحظة مهمة. الجي لا تأتي في بداية الكلمة، تأتي في وسط الكلمة. مثلا كلمة ماجر، ماجر يقيس يعني. طلاب بامكانكم هذا الكلام اللي اشرحه تحولونه الى انجليزي وتقروا بالمحاضرة، تمام، خصوصا هذا الكلام القسمي. اما اذا جبتي في نهاية الكلمة مثل كلمة بيج، فانتبهوا على اللفظ. نجي على عملية نطق الصوتين. The number one, the soft palate is raised so that air, the air is forced to go through the mouth. طبعا هنا يتم رفع حنك الرخوة بحيث يجبر كل الهواء على المرور عبر الفم. Number two, their eyes is a lowering between the top of the tongue and the back of the alveol. طبعا يوجد تضييق بين طرفي اللسان والمؤخرة الحافة السنخية. Number three, the front of the tongue is hair then for C and Z. طبعا الجزء الامامي من اللسان اعلى من الزي والسي. Number four, the lips are slightly around. طبعا هنا المعنى مالتها الشفة شلون راح تكون، راح تكون مدورة. هسه حنجي على الفرق بين الصوتين. الشي it is strong. طبعا الشي دائما هو حرف طويل، طبعا هو تقريبا اكثر الاصوات طولا، يكون voiceless long. اما الجي it is a weak voiced short consonant، تمام. طبعا هاي نطق الاصوات والامثلة، كل صوت اذا كان فيه البداية واذا كان فيه النهاية. طبعا ان احنا عرفنا الجي بالبداية ابد ما موجودة، بس في الوسط وفي النهاية. وقلنا اذا في النهاية اي جي مثل ما جاي بالامثلة، مثلا بيج في النهاية، جي اي، ميجر بالوسط والبداية ما موجودة. اما الشي في بالبداية معروفة، شي بالوسط كنا مثل لفظ الجي، اما في النهاية مثل كلمة باش. طبعا الاس اتش ممكن تجي بالبداية ممكن تجي بالنهاية في حرف الصوت مال الشي. طبعا هذني سؤالين عن صوت الجي والشي، انتم حلوين سهلات ما بيهن صعوبة. وقولوا لي بالتعليقات شنو رايكم بالشرح، واشتركوا بالقناة وضغطوا لايك. مع السلامة.